انا بوسكينه حشمه وحسيني صوت بسمه من حيدر شده عزمه من حيدر شده عزمه لو طبهم ما الهم شاره لو طبهم ما الهم شاره سرزالوشن بهم غاره سرزالوشن بهم غاره من تعنت السهرة وتسجي بالعبرة تعنت السهرة وتسجي بالعبرة وبعينها تنظرة وبعينها تنظرة وجسمه كله جروح فوق الثرى مذبوح الحسين ظل مطروح عظم الله اجرك عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بمولانا الامام الحسين عليه السلام الله يحفظك والله ان شاء الله ماشيين لبا عبد الله الحسين عليه السلام كعادة موكب بني عامر كل سنة معزيا مع جميع الزوار مشيا الى الامام الحسين عليه السلام ان شاء الله تعالى استعداد الموكب كثير استعداد الموكب 2350 نعم طبعا يعني قدام بالنسبه لمنامكم وترتيب وين راح يكون منامنا عندنا مخيم ان شاء الله تعالى في كل يوم والحمد لله هاي الناس وهاي الخدام كلها تستقبل الموكب وموكبنا ايضا يضيفونه بالطريق ولسعه حجم الموكب ما نقدر نبات في المواكب لان العدد كبير اليوم قيم المواكب تتسع ل 100 شخص فقط 80 شخص فقط ما تتسع الى 2750 لذلك اكو مخيم خاص عظم الله اجرك الله يجزاك عمي الله يعوده الله يعافيك ان شاء الله سالمين وطيبين الله يحفظك منين طالعين اليوم؟ ان شاء الله طالعين من البصره من البصره؟ كربلاء المعلق نعم بس قد تعداد الموقف تقريبا؟ على الراحه على الراحه المشعل 3000 على الراحه 3000 يلا خدمة نعم تمام سيد وين يوم راح تباتون؟ ان شاء الله يم الدوله يم الدوله بس يعني معدل قد تمشون يوم يعني حاسبين القياس ولا شو؟ 35 كيلو توقفوا ان شاء الله ان شاء الله كم يوم يعني يصير طريق مشي؟ الطريق يصير 14 عظم الله اجرك والله يعوده الله يوفق الاعمال ان شاء الله صاحب العصر والزمان الكرام وحيد الكرام وصاحب مولانا